حبايبي ازيكم، يا رب تكونوا بخير. معاكم شوشو من قناة بيتي. النهاردة بقى عاملة لكم حاجة جديدة خالص، الكشك. بجد الكشك ده سهل وطعمه حلو، ومكونات بسيطة قوي من البيت وحاجة على قد الايد. انا هوريكم كل خطوة بعملها، بس قبل ما اعمل اي حاجة ما تنسوش بقى اللايك والشير عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا حبايبي. المكونات ده نص كيلو لبن وكوباية ونص دقيق وبصل وشوربة. انا دلوقتي اول حاجة هحط اهو الدقيق على اللبن، وهقلبه حلو، اخلي اللبن الدقيق يدوب في اللبن حلو اهو. طريقة سهلة قوي وما بتاخدش وقت ومش مكلفة. بس اهم شيء الدقيق يكون داب حلو في اللبن، ما يكونش مكلكع، يعني لو في اي كلاكيع تدوبوه حلو. بصوا عشان انا اطولش عليكم، انا هقلبه كويس وادوب الدقيق في اللبن وهوريه لكم. حبايبي انا دوبت اهو الدقيق في اللبن ودوبته حلو جدا اهو، بصوا اهو، اهم شيء تدوبوه حلو. حبايبي انا دلوقتي دوبت اهو الدقيق باللبن زي ما قلت لكم، حتى الشوربه هي على النار، مجرد الشوربه سخنت اهي وهتغلي هحط تنزل على طول باللبن والدقيق اهو. اهو اقلبه، ما اشيلش ايدي من الحله، اقلب على طول. اهم شيء الشوربه تكون دسمه عشان الكشك بيحب الشوربه تبقى سمينه كده. طعمه بيبقى حلو قوي وهيعجبكم. وما خدتش معانا وقت، الطريقة سهلة قوي، 10 دقايق بكتير و5 دقايق هتلاقوا نفسكم خلصتوه. وكل المكونات من البيت، ومكونات يعني على قد الايد. الشوربة ديت انا حاطه لها الملح مظبوط، وكنت حاطه فيها فلفل اسمر. بصوا هيبتدي يتقل معايا اهو، اول ما يغلي هطفي عليه، ولو حسيت ان هو تقيل زوده شوربه عادي، ما تخلوش تقيل قوي، لان لو تقيل قوي لما بيجي يبرد بيتقل اكتر، فتعوزوا كل شويه تزودوا شوربه. احنا نعمله مظبوط خفيف شويه كده علشان لو برد بيتقل. شايفين هو كده لسه مغليش. انا بوريكوا اهو الخطوات خطوة بخطوة. وعلى طول نقلب عشان ما يكلكعش. بصوا بيتقل اهو. هو بس يغلي كده غلوة واطفي عليه.
بصوا السمك بتاعه اهو، بس اهم شيء الملح بتاع الشوربه يكون مظبوط، لان الملح لما بيبقى مظبوط في الاكل بيخلي الاكل طعم الاكل حلو، اما لو عادي ما تحسه ملوش طعم. بصوا اهو هو كده غلي، بصوا السمك ده كويس قوي. انا دلوقتي هطفي وهوريكم نعمل ايه. بصوا حبايبي الخطوه الثانيه، انا حطيت الطاسه على النار اهي، وهحط عليها زيت عشان نحمر البصله. الزيت مش كتير لان احنا مش محتاجينه، ومجرد بس البصله تحمر يسخن بس الزيت، وهنزل عليه بالبصل. عشان ما طولش عليكم يسخن وهرجع لكم. حبايبي الزيت فوق سخن، هنزل عليه بالبصل. وحمرها. البصلة لما اجي احمرها ما احمرهاش قوي، بتاخد اللون الذهبي بس. الكشك ده بجد من الاكلات اللي بحبها قوي، بتبقى جميلة وخفيفة. وسهلة ما بتاخدش وقت معانا. هو البصله دي هتاخد وقت شويه عشان ده بصل جديد، فبيبقى مليان ميه فبياخد وقت في السوى. بس عشان ما اطولش عليكم انا هحمرها واوريها لكم. حبايبي البصله اهي اتحمرت، انا صفيت منها الزيت الزايد عشان انا مش محتاجاه. لو انتوا حابين تحطوا بدل الزيت سمنه مفيش مشكله، بس انا بحب احط زيت عشان يكون خفيف. انا هغرف واوريه لكم. حبايبي الكشك اهو خلص وغرفته زي ما وريته لكم، وانا حمرت البصله. البصله ديت بقى بصوا هحطها على الوش كده. شفتوا سهل ازاي ما بياخدش وقت. بصوا الاطباق اتغرفت
وزي الفل، وبجد طعمه حلو قوي. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. باي باي.